أنا جزات يمين نصر، محامية. ربيت بعائلة مؤلفة بي وأم وبنتين وشاب، بنتين أكبر مني وشاب أصغر مني. فرق الأعمار بيني وبين أختي الكبيرة 7 سنين وخي أصغر مني بسنة. فربينا بكتير محبة فعلا، وربينا يعني ولا يوم بتذكر كان في أي مشاعر سلبية بيني وبين أخواتي. ربينا بكتير من حب، من ألفة بين بعض، وخاصة أنا وخي صغير يمكن لأنه بالأعمار كتير متقاربين. يعني كانت يمكن أول إكسبيريانس للحياة هي حياتي أنا وإخواتي، وحيث فعلا تعلمنا المشاركة بكل شيء، كنا نتشارك بكل شيء. حتى بذكر يمكن أنا وخي صغير كنا نتشارك، يعني إذا حدا كانت ظهرت أنا وضيفني شوكولا صغيرة ولا يمكن حس أنه أنا أقدر أكلها، خبيها وأرجع وقصة بالسكين بالنص بيني وبينه، وأطلع إذا طلعت لي شقفة أكبر بعطيها لإله، وهو كمان بالمقابل كان نفس الشيء. ربينا بجو بيت خلينا نقول محافظ، كما نقول محافظ جدا. يعني الوالد كان، ما بدي اقول كان قاسي، بس كان جدي جدا او متطلب جدا منا بكافة الامور وعلى كافة الصعود. فربينا بكتير جدية، يعني لدرجة انه المرح او المزح ببعض الاحيان ما كان له محل بالعائلة عنا. يعني حتى ولو على سبيل المثال مثلا بأحد المرات حدا بينكت بيحكي نكتة كذا، كان إذا ضحكنا كان بينزعج وبيعتبر إنه هذا تصرف منه جدي أو منه لائق إنه نحن نكون بالمجتمع عم نضحك على نكتة حدا نكتها. يعني لهالدرجة كان عنده جدية بالتعاطي معنا، وكان متطلب جدا. متطلب يعني وقتها منكون صغار منتعب، يعني إذا بدك بكتير من الأحيان منتعب من هيدا الصفة يلي بتكون فيه، لأنه كل شيء بده إيانا نكون مثاليين فيه، كل شيء بده إيانا نكون عم نعمله على أحسن وجه. عم صغار هيدا الشيء كان يزعجنا بكتير من الأحيان، نحس حالنا فعلا بمحلات معينة مخنوقين من هيدا الشيء. بمطرح تاني إذا بدك لما شوي كبرت أنا بحكي عن نفسي ووعيت، شفت إنه هيدا الصفة اللي كانت فيه انعكست علي أنا كمان إذا بدك جدية بكل عمل بقوم فيه، ودقة بكل عمل بقوم فيه، لأنه كل عمل بحس إنه لازم يطلع بارفي من بين إيدي. مع أنه كمان هيدا الشغلة بالتحديد ببعض الأحيان مش بس كانت تزعجنا، كانت أنا على الصعيد الشخصي تحسسني أنه وكأنه أنا ما قالي حق أني يكون مبسوط أو أنبسط بشي، لأنه يعني إذا على فرض جيب علامات كتير منيحة يقلي أنه هيدا الشي عملتي ما قالك بالفضل فيه، انه انت درست منيح وانت عندك مينيموم ذكاء فمينيموم تكون هيدي هي النتيجة. فأنا بكتير أحيان كنت أزعل انه ليش، بالعكس يعني ليش ما بيقلي انه برافو عملت منيح، بينبسط فيني أو بخليني أنا أنبسط. فانعكست هيدي الشغلة علي انه أنا ما أنبسط بالشي لو عملت شي منيح ولو عملت شي كتير حلو، حتى أنا ما أنبسط فيه، أعتبر أنه هيدا عادي أني أعمله أو هيك لازم تنعمل الأمور. فإذا بدك بعدين وقتها كبرت شوي بشوية خبرة بالحياة صرت أكتشف أنه لا، أنا لازم
انبسط فيه وانا حقي انبسط باي شيء منيح ومرتب او اعطى نتيجه او الى اخره انا عملته. فهيدي من الاشياء يلي اذا بدك شوي عانيت منها بصغري، وعن كبر اكتشفت انه لا، انا الي حق انبسط بحالي، الي حق انبسط باي شيء عملته حلو، باي شيء عملته منيح. هلا يمكن كان بمساله هيدي الجديه معي انا اكثر من باقي اخواتي، لانه ببعض الاحيان بعتقد انه كان بيشوف فيني انا بشخصيتي الكثير من شخصيته له، فمثل بيعتبر نوعا ما فيني امتداد لشخصيته او بعد افكاره، فمشان هيك كان زياده يقسى علي بهالجديه اللي عم نحكي عنها. اخترت مهنة المحاماه فعلا عن بكتير حب، يعني من قبل ما فوت على هيدي المهنه وانا عندي عشق لهيدي المهنه. وبسن كتير صغير، يعني كان عمري حوالي 8 او 9 سنوات، حضرت مرة فيلم مع والدي عن إنسان سجين ظلماً وكذا، والمعاناة اللي عاشها بالسجن بسبب هيدا الظلم. ففعلاً حسيت، قلت أنا بهيدا الفيلم بدي يكون محل هيدول المحامين يلي عم يدافعوا عنه، وبس أنا أكبر بدي أنا دافع عنه، بدي أنا شيله من السجن اللي هو فيه. وكمان كان عندي كتير من هيك الشعور بالحس كتير وبالإنسانية تجاه مثلاً ولاد معي بالمدرسة، يحسون ضعاف أو عم يتمسخروا عليهم. بتعرف التنمر موجود بكل الأعمار بالمدرسة، فكنت كتير أشفق عليهم وحس معهم ودايماً دافع عنهم. وياما يبعثوا ورا امي او بي انه هي عم تفتعل المشكل ما خاصه فيه، فبس انا حس لا، عندي واجب ان انا اكون عم دافع عنه لانه هو حسيته ضعيف، زميل الي بالمدرسه صبي او بنت. فمن منطلق هيدا الشعور كنت حبي كثير هيدي المهنه، ووقتها فتت وتخصصت وبلشت اتعلم كمان حبيتها بعد اكثر بكثير. لاحظ عند كثير من النساء ومنلاقيه أكثر عند النساء من عند الرجال، حوضح ليه. منلاحظ شعور بالضحية، إنه أنا كمرة بحس حالي ضحية، بحس شعور بالظلم بالمظلومية. جاي هيدا الشعور من منطلق إنه أنا مطلوب مني الكثير، لأنه بحكم الطبيعة المرأة عندها كثير من الأدوار إنه تلعبها، سواء دورك ربة منزل، يعني هي بدها تهتم بكل شؤون المنزل، تديره من جميع النواحي، دورك زوجة تهتم بزوجها وتسمع لزوجها، وياما ايام كثير تتحمل كمان من زوجها، دورك ام تهتم بولادها وتدرس ولادها وتهتم بنظافتهم وبطريقة تربيتهم وشو الاشياء النشاطات اللي تعملهم لتنمي لهم شخصيتهم. هيدا اضافه الى بكثير من الاحيان دوره خارج المنزل كامراه عامله، كانت موظفه او كانت صاحبه مهنه حره. فهيدا الادوار الكثيره اللي بتلعبها المراه بتخلق تعب لها وبتشكل ستريس على المراه. فبكثير من الاحيان هيدا ستريس او التعب يلي هي بتعيشه بيصير بحسسها انه اف انا مطلوب مني كثير، انا ليش هالقد انا وليش كله انا، فبتصير بتحس بالظلم وانه هي الضحيه. هيدا الى جانب انه انا بلاقي ببعض الاحيان هيدا شعور نحن ورتانينه
من عقلية، من الأجداد، من الجدات، بعض الأحيان من أمهاتنا مباشرة كمان هن عاشوا بهيدا الشعور. فلما بتفوت المرأة وبتصير عايشة هيدا الشعور كل الوقت، بيولد عندها مشاعر جد سلبية لما تكون عم تشوف الأمور من هيدا المنظار. وقت تخلق عندها هيدا الشعور السلبية بدها تنعكس حكما، بدها تنعكس على زوجها، بدها تنعكس على أولادها، فبتصيروا هن بتلاقيهم جو البيت كله سلبي، الزوج معصب، الزوج مش مبسوط، الأولاد معصبين. لأنه أنا بعتبر أنه نحن بنقول أنه الرجل هو رأس العائلة، وأنا بعتبر وبآمن أنه المرأة هي قلب العائلة قبل ما تكون أي شيء تاني، هي قلب العائلة. يعني هي بتنقل لأولادها لزوجها كل المشاعر اللي هي بتكون عايشتهم. فوقتها نحن منفوت بهيدا الشعور، بصير بجر، بصير منلاحظ انه يوم عن يوم بصير أسوأ، وشعور بالسوء بصير يجلب سوء اكثر لإلها ولاولادها. وانا شخصيا اذا بدك عشته لهيدا الشعور، عشته وقتها باحيان حسيت اوف انا مطلوب مني الكثير بالبيت بحكم الطبيعة. بنرجع بنقول بالنهاية هيدي الطبيعة، المرة مطلوب منها كل هول، المرة هي بدها تحبل، المرة هي بدها تنجب، فبحكم الطبيعة مطلوب منها كل هيدي الأدوار. فبلحظة معينة وخصوصي أنا لما كان عندي مولود جديد، حسيت إنه كمان يعني على قد ما كنت فرحانة، على قد ما حسيت إنه بعد هيدي مسؤولية إضافية لإلي. فانتابني هيدا الشعور، بلشت تحس بف انا فعلا مطلوب مني كل شيء، انا عم بتعب، انا ببعض الاحيان عم بحس انه انا عم صير غير قادره اني دير عائلتي او شؤون عائلتي واشتغل برات بيتي. فاللي عملته انه مثل اخذت بوز من الحياه، اخذت وقفه، تنفست وفكرت مزبوط انه انا عم بعمل كل هولي الاشياء المطلوبين مني، لأنه فعلاً أنا ربنا عطاني الكثير من العطايا، وأنا وأي مرة على وجه الأرض ربنا عطاها هيدي كلها العطايا، من تهتم بعائلتها، من الزكاة، من حسن التصرف. وأنا بعتبر أي مرة عندها إياهم بالفطرة، مش المرة اللي بتكون معلمة أو المرة اللي بتكون كان صار عندها خبرات بالحياة أو اللي سافرت أو اللي طلعت، أي مرة بالفطرة عندها كل هول الصفات. فهول العطايا أنا بعتبرهم من ربنا للمرأة، وهول هن بيلزموا أنه هي تكون عم بتقوم بهيدي الأدوار. فوقتها وقفت وفكرت قلت لا، هيدي شيء جميل جدا أنا عندي إياه. فبالعكس بدل ما أنا أشوفه مصدر تعب وشقة لإلي كوني امرأة، شفته بالعكس مصدر اشياء جميلة جدا بالحياة، انه انا اكون مسؤولة عن الاولاد، انا اكون دايرة شؤون البيت، انا اكون اذا بدك مصدر اي مشاعر معقول يحسوها جوزي وولادي. فلما صرت فكر بهيدي الطريقة وشوف الامور بهيدي الطريقة، حتى مشاعري بداخلي تغيرت، بدل هيدا الشعور بالسلبية، المشاعر السلبية اللي كنت حاسة، بالعكس تمام، صار عندي فرح جواتي وصار عندي هدوء أكتر. ومن لما ويوم عن يوم صار يزيد، يعني مثل ما السوق بيزيد يوم عن يوم، كمان المشاعر الإيجابية والفرح والهدوء جواتنا بيزيد يوم عن يوم. وبالفعل عم بحكي عن شيء أنا عشته شخصيا، بالفعل حسيت كمان هيدا الفرح وهيدا الهدوء انعكس على زوجي الدرجة الأولى، وعلى ابني اللي عمره 3 سنين ونص، كمان كان من وراء أنا هيدا التعب اللي عايشته، حسيت فعلا هو كمان صار يتوتر ويعمل بعض الأشياء اللي بتبين عن توتر وعدم راحة. كمان ابني اللي عمره 3 سنين ونص رايق، وحسيت فعلا أنه هو صار في أكثر فرح بجوات البيت وجوات العائلة. Thank you.
شيء لازم نعرفه ولازم بالأخص كل النساء تعرفوا، أنه النساء بيفكروا وبيشعروا غير الرجال. وقتا نحن نفكر أنه هني بيفكروا مثلنا أو بيشعروا مثلنا، بنكون عم نغلط. فلازم كتير نعرف أنه نحن منحس بطريقة مختلفة ومنفكر بطريقة مختلفة. فوقتا أنا يمكن كنت عم حس بكل هيدا الشعور ما قلت له إياه، أو حتى يمكن لو قلت له إياه مش لح يكون عم يقدر يفهمون على قد ما أنا عايشتهم أو عاملة منهم أزمة كبيرة. فكمان إذا بدك هيدي النقطة، وقتها بتصير أنت لحالك بتفكر والأفكار لوحدها بتجي لعندك، أنه يمكن هو مش عم بيشعر قديش أنا عم بتعب. يعني بتصير قول لحالي يعني هو منه ممتن للدور اللي أنا عم بقدمه أو للتعب اللي أنا عم بقدمه. وهون بتزيد المشاعر السلبية جواتي، وبصير أقول لكن أنا منه مقدر تعبي، وبصير أنا أتصرف معه على هذا الأساس، وبصير أنا سلبية تجاهه. أم لما أرجع أفكر أنه هو أكيد مقدر يلي أنا عم بعمله، وهو أكيد وببعض الأحيان الرجال ما بيعبروا عن الشيء اللي بيكونوا حاسينه. فمشان هيك كتير أحيان المرة بينه وبين حالة تخلق حرب أو بتخلق مشكل من شيء أنا بيني وبين حالي، والدليل أنه أنا عالجته بيني وبين حالي والنتائج اختلفت. أنا بحب أقول شيء لكل مرة، نحن طبعاً مطلوب منا الكثير، ونحن مثل ما قلت نلعب أدوار كثيرة، بس نحن كمان كل هالقدرة اللي عنا إياها هي ذاتها، هيدي القدرة بتقدر تساعدنا لنولد داخلنا الشعور بالفرح. وهيدا الشعور بالفرح فينا نحن نتعلمه، وبعد ما تأخر الوقت انه نبلش من اليوم نحن نقدر الاشياء الصغيرة اللي عنا اياها بحياتنا. وكل حدا منا اذا اطلع حوالي رح يلاقي فعلا كتير اشياء حلوة انه تكون عم يكون مبسوط فيها، يكون عم بيشكر ربه انه هي موجودة حواليه. فعلا الكثير من الاشياء، وكل واحدة منا فيها من تفاصيل صغيرة تبلش تحس بالفرح جواتها وتعكسه لعائلتها. لأنه نحن كل واحدة منا مسؤولة عن قضية كتير كبيرة هي الأولاد، وكل واحدة منا نحن كل مرة منا هي عم تصنع الأجيال اللي عم نحكي عنها. أنه نحن بدنا أجيال منيحة تطلع، نحن مسؤولين عن صناعة هيدي الأجيال.